دي اسمها بودرة الوصابي. يعني ايه؟ بودرة فجل. بودرة بس حامية جدا. تضرب في النشوي في النغشيش كده. هدوب شوية هنا. مش كتير لان دي غالية. الكيلو بتاعها ب 800 جنيه. اضرب شوية كده. عشان هاخد شوية منهم للمينيز. وهكور شوية للطبق بتاعي. اول حاجة دي بنعملها كده اهي. ده السوشي يا جماعة اللي هنبدأ نشتغل فيه. لسه هنجيب لكم مقاديره لانه في شغل ياما. دي بودرة الوصابي اللي انا قلت لحضراتكم عليها كده اهي. باخد دولت كده اهم. بكورها كده. اكورها كده. واحطها في طبق لغاية ما اقول لكم هنعمل فيها ايه. دي اهي. على جنب كده. بعد كده عندي مينيز. اهو. مع بقية البودرة التانية اللي انا فكيتها. نجيب شوكة ونقلب لحمتنا. كده ابدأ احط العسل بتاعي. كده. نعمل ايه هنا دول كده هم. دي حارة جدا. لازم ادوبهم مع بعضهم كده. اقفل لي الشباك ده انا احب الهوا. طيب. اقلب دول. استمر في التقليب. طيب نخلي دي كده على جنب. نديها شويه تاني باودر عشان يبقى طعمها حرق شويه. اصل ديت مهم جدا نعملها بطريقه حلوه. ودي حطيناها كده. تمام كده يا باشا. نقول بقى مقادير السوشي بقى طالما كده احنا اشتغلنا مع بعض. ده السي وود. اسم الله واقف على الناصيه. اسمه سي وود او حطب البحر. هو ليه اسماء كتيره. ليه اسماء كتيره. بس انا بقرب المسافات. حبه الميه اللي بالخل والسكر هم. نص كوبايه سكر. نص كوبايه ميه. نص كوبايه خل. ودي حصيره. ودي حصيره اللي يعجبكم منها اشتغلوا بيها. هعمل ايه حضراتكم؟ ادي الحصيره بتاعتي. عندي كافيار وعندي سلمون عندي كافيار عندي سلمون عندي حاجات ياما. ونشتغل ونعمل حاجات حلوة مع حضراتكم كده. لازم
الحاجات دي تبقى تو دراي. كده اهو ده ادي. بعد كده عندي الجزر ده مهم جدا، وابدا اشتغل بقى كده ونلف وندور مع بعض. هنحشي ونشوف دلوقتي مع حضراتكم هنعمل ايه. كده بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب برضو هنا ورقايه تاني نحط فيها الجزر. طيب هنسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اهم حاجه عندي الميه دي اللي هي بالخل والسكر، وادي الشبكه. يبقى نشوف مقاديرنا. السوشي رز بلدي مصري بدوروا عليه في اوروبا بالحلاوه ده عشان يعملوه. عندي خل، عندي سكر وملح وخيار وجزر، وعندي صابع كابوريا، عندي الورق اللي هو الراورو زي ما بيقول جمال اللي هو سوود، وعندي كافيار، وعندي صويا صوص وسمسم، حبة البركة ومينيز، واصابع كابوريا، يعني اللي عندكم اعملوه. باجي الورقة بتاعتي اهي، كده زي ما حضرتكوا كده شايفين، وروح جاي كده مهم جدا اغرقها. بعد كده نجيب جونتي عشان لسه هنلب ايه ايدينا. هنركز مع حضراتكم دلوقتي، هنعمل كذا رول، واحد بالجمبري، واحد قصدي واحد بالسلمون، واحد بالفيجيتابلز كده. بابل ايدي واجي هنا اعمل كده، بابل ايدي واعمل كده، بابل ايدي واروح اعمل كده. لازم بابل ايدي بايه؟ بده كده. بعمل ايه بقى؟ بجيب حبة المينيز دول مهم جدا. كده بعد كده اجي بجيب خيار ده السلمون بتاعي، كده بعد كده بروح اعمل كده اهو. لمم راح اعمل كده اهو، يبقى اضغط كده بايدي
ادي اول واحد. تمام كده، هنضف دي تاني، وهنعمل دلوقتي واحده بالكافيار اهو. طيب نفس الطريقه اهو كده اهو. ادي المينيز كده، مهم جدا المينيز ده عندي اهو. بعد كده عندي الكافيار، ما تخافوش مخرج بيشها بقول لي ايه ده، خلي بالكو الكافيار ده صناعي مش زي ما انتم متخيلين، لان الكافيار ده لو هو من اللي بالي بالكو البطرمان ده مش اقل من 1000 جنيه. كده نبدأ بقى نعمل العكس بقى بحاجات حلوة تانية. عندي سمسم وحبة البركة بستخدم السيود ده مكان السمسم وحبة البركة كده. نحط السمسم او حبة البركة مكان السيود، ادي نفس القصة. كده بيشتغل. نفس القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كويس، نعمل السمسم بقى بواحدة تانية كده. ادي السمسم بتاعي ادي حبة
الرز اللي عندي اهو، دي اخر واحدة. ادي المايونيز بتاعي، ادي اكبس كده. نخلي دي على جنب ونفرد دي كده اهو، ده السمسم اهو كده. احنا خلصنا الشوشي بتاعنا، نشيل بقى كل حاجة من هنا اهو.